يستضيف جاليري متاحف قطر الرواق معرضاً يجمع أعمال الفنانين داني فلافن ودونالد جاد اللذين التقيا عام 1962 في نيويورك. يركز المعرض على تفاعل الفنانين المشترك مع الخامة واللون والشكل، وهو أول عرض متحفي ضخم يتناول حوارهما الفني منذ حوالي 20 عاماً. افتتحت متاحف قطر جاليري الرواق في عام 2010، ويقع الجاليري في محيط متحف الفن الإسلامي على مساحة إجمالية تصل إلى 5000 متر، ويستضيف الجاليري معارض دولية ضخمة تنظمها متاحف قطر، وغالباً ما تقدم هذه المعارض مقتنيات تاريخية ونادرة، بالإضافة للمعارض التي تخصص لفنانين من دول العالم والمنطقة. المعرض من تقييم كل من مايكل جوفان وجينيفر كينغ، وتنظيم متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون بالتعاون مع متاحف قطر. ويضم أعمالاً تمتد منذ فترة الستينيات وحتى التسعينيات، ويستمد معروضاته من مجموعة متاحف قطر وغيرها من المؤسسات والمجموعات الخاصة ومؤسسة داني فلافن.